نشرة الأخبار من قناة الشروق نبدأها بالعناوين. البرهان يصف وضع السودان في قائمة رعاية الإرهاب بالمهدد لنجاح الفترة الانتقالية. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم الحكومة الانتقالية بالبلاد ويضع الملف الإنساني على رأس اهتماماته. الشرطة تعلن إلقاء القبض على منفذي الهجوم الليلي على محل تجاري ببحري. أهلا بكم. بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مايردت بحث التعاون الثنائي بين الخرطوم وجوبا. وأمن البرهان وسلفا كير على ضرورة تعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والسياسية. ولدى مخاطبته ختام منتدى قمة سوتشي بروسيا أوضح البرهان أن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية ويضع العراقيل أمامها، وأكد تطلعه لمنتدى قمة سوتشي لمساعدة السودان في تجاوز تداعيات وضعه في هذه القائمة، وأبان أن السودان الآن يستشرف مرحلة جديدة بعد ثورة شعبية عظيمة قادها شبابه ونساؤه وانحازت له فيها القوات المسلحة. أعلن الاتحاد الأوروبي أن أولويات الدعم للسودان ستكون المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب. وبحث سفير الاتحاد الأوروبي روبرت فان دوندول لدى لقائه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أوجه التعاون الثنائي بين السودان وأوروبا. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية. من جانبه ثمن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإنجاح الفترة الانتقالية. وأكد رئيس الوزراء حرص السودان على الانفتاح على العالم الخارجي والعودة للأسرة الدولية بالكامل. وتطرق اللقاء إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، وتطالب مصر أن تمتد فترة ملء السد إلى 10 سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا ب4 إلى 7 سنوات بدلا من 2 إلى 3 حسب مصادر حكومية إثيوبية. أعلنت قوات الشرطة إلقاء القبض على منفذي جريمة السطو على مول الإحسان بمحلية بحري. ووقع الحادث يوم السبت الماضي ليلة بعد أن اقتحم شخصان يحملان سلاح كلاشينكوف المول وأطلقوا النار على أحد الأفراد الذي ما زال يتلقى العلاج بالمستشفى ونهبوا الأموال. وامتدح المدير العام لقوات الشرطة عادل محمد أحمد بشائر الجهود التي بذلتها شرطة ولاية الخرطوم في الكشف العاجل عن مرتكبي جريمة مول الإحسان بمحلية بحري. وكان مول الإحسان تعرض لعملية نهب استخدمت فيها أسلحة نارية بواسطة أشخاص ادعوا تبعيتهم لقوات نظامية. وأبان أن قوات الشرطة لديها العديد من الخطط لمنع الجريمة بولايات السودان المختلفة. أن الخرطوم عاصمة آمنة وتعتبر من مصافي العواصم الآمنة في العالم، ونحن لابد أن نحافظ على هذا المستوى من الأمان للخرطوم عاصمة السودان التي يشار إليها دائما من العواصم الآمنة. إلى ذلك نفى مدير شرطة ولاية الخرطوم خالد بن الوليد وجود أي معلومة عن أي جهة تستهدف الأمن الداخلي، غير أنه أكد أنهم جاهزون للتعامل مع أي مظهر يهدد أمن واستقرار المواطنين، مبينا أنه تم القبض على مرتكبي جريمة مول الإحسان وبحوزتهم بعض المعروضات.
منه في جهات منظمه معينه كده كان داخليه او خارجيه يعني مستهدفه، لكن احنا صاحين يعني حتى لو كان في زول عنده جهه بهدف انه يهدد الامن الداخلي باي طريقه نحن صاحين ان شاء الله نتصدى لهم، لكن ما ثبت انه في جهه خارجيه تحديدا انه بتحدد، احنا كل هسه بنشوف نطاق الجرائم العاديه. وجهت عضو المجلس السيادي عائشة موسى لجان المقاومة ولجان الأحياء بولايات كسلة والنيل الأزرق والبحر الأحمر وسنار بالعمل مع القوافل الطبية التي انطلقت إليها لدرء الكوارث وتخفيف المعاناة على المواطنين، والتي تسيرها قوات الدعم السريع بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية. وقالت عائشة في احتفال وداع القوافل الطبية إنه يجب على المؤسسات والمنظمات المختلفة حظو خطى الدعم السريع لمكافحة الأوبئة التي انتشرت في عدد من ولايات السودان. إنني من هذا المجال أستقطب كل المؤسسات السودانية المحلية الموجودة هنا أن تحذو هذا الحذو الجميل وأن تتقدم بالعون للأماكن المتضررة. وأنادي لجان الشباب في كل الأحياء، لجان الأحياء ولجان المقاومة، هذا دوركم الآن، هذا ما نريدكم له، يجب أن تدعموا مثل هذه النفرة وأن تهبوا لكي تنضموا لقوافل أخرى أو لهذه القافلة خاصة في الأماكن التي ستتوجه لها هذه القوافل الأربعة. بينما أوضح مدير الدائرة الطبية بالدعم السريع أبا يزيد عبد الله إن القوافل تأتي بشراكة قوية مع وزارة الصحة الاتحادية ووالي سنار والنيل الأزرق والبحر الأحمر وكسلة، حاملة دعومات طبية وعربات إسعاف ومعينات متكاملة لدرء الأوبئة، وأن القوافل ستستمر لتشمل جميع ولايات السودان عبر مراحل متعددة. معينات الطب الوغائي متمثلة في طرمبات الرش الضبابي، طرمبات هيدسون الرزازية، خزانات مياه مختلفة سعة 1000 لتر، 4000 لتر، 200 لتر، معينات الصحة العامة وكلورة المياه، وأيضا معينات حركية لتحرك القوافل متمثلة في عدد 100 عربة صغيرة و20 عربة كبيرة وعدد 8 عربة إسعاف. فيما قال ممثل الولايات والي ولاية البحر الأحمر حافظ التاج إن الولايات الأربع المعنية هي في أشد الحاجة إلى الدعم باعتبار أن ما لحق بها من أضرار صحية كانت وما زالت فوق إمكانيات الولايات. يمكن خريف هذا العام كان بمثابة اختبار للقدرات الصحية بالولايات، فنأمل أن تكون الرسالة قد وصلت للقائمين على الأمر لأن الولايات راقبة تحتاج إلى تقوية النظام الصحي أو المنظمة الصحية بها لتكون قادرة ومكتفية ذاتيا لدرء مثل هذه الكوارث والتعامل مع ما يأتي من بعدها من وبائيات إن شاء الله. يمكن نحن في ولاية البحر الأحمر أحوال ما يقول لهذا الدعم، حقيقة ولاية البحر الأحمر تختلف عن بقية الولايات، لدينا أمطار في فصل الصيف وكانت في أغسطس وكانت لها ما بعدها من تداعيات سيول وأمطار استهدفت أكثر من 3 محليات. وأكد ممثل وزارة الصحة الاتحادية سليمان عبد الجبار استمرار الشراكة مع قوات الدعم السريع في سبيل تقديم دعومات طبية لكل ولايات السودان لا سيما التي تضررت منها، موضحا أن الولايات تحتاج لتقوية الأنظمة الصحية. والتحية لأخواننا في الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع إلا واستجابوا لنا الكثير الكثير من الدعم والمساندة التي قدموها لنا في توفير الدواء، ونحن نعلم أن الوضع الذي تسلموا فيه المهام أصبحوا في هذا الموقف جاء على خلفية مشاكل كثيرة جدا جدا وفجوة كبيرة، فجوة اقتصادية وفجوة في الصحة وغيرها، ولكن بفضل العزيمة وبفضل الشراكة القوية تغلبنا على الكثير من المشاكل.
أكدت حكومة ولاية غرب كردفان تسخير إمكاناتها لإنشاء معبر مدينة الميرم الحدودي مع دولة جنوب السودان لبعده الاقتصادي. وقال مدير عام وزارة البنى التحتية بالولاية جمعة داود إن الموقع المقترح للمعبر تم تحديده وتسليمه للفريق الهندسي المكلف من وزارة النقل، مشيرا إلى المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها المعبر الاستراتيجي. قمنا باختيار موقع مناسب في تقديري، خالي من النزاعات الأهلية وكذلك الموانع، وتم تحديد الموقع بسلاسة وبصورة طيبة، ونحن أكثر سعادة لأنه مثل هذه المشروعات هي بالدرجة الأولى هي مشروعات اتحادية، ولكنها لديها انعكاسات اقتصادية واجتماعية في الولاية وأهل المنطقة، وحيث إنها توفر فرص عمل لكل أبناء المنطقة والولاية، بالإضافة للتعايش وكذلك التصاهر والتواصل بين الشعوب. وفي السياق قال مدير إدارة النقل البري بوزارة النقل عبد الإله عمر إن الميناء الحدودي مع دولة جنوب السودان المزمع إنشاؤه بمنطقة الميرم يهدف بشكل أساسي لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر، إضافة إلى مكاسبه التنموية والاجتماعية. مكلفين من قبل السيد وزير النقل لإنشاء معبر حدودي بين شمال السودان وجنوب السودان اللي هو يسمى بمعبر الميرم. من الأهداف بتاعة هذا الميناء مكافحة التهريب، نمرة 2 مكافحة الإتجار بالبشر، نمرة 3 ربط القبائل ببعضها البعض، ونمر 4 الفوائد الاقتصادية. المعبر في حد ذاته يعني هيستوعب قرابة 27 وحدة حكومية. نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع جنوب كردفان دورة تدريبية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ، استهدفت منسوبي الجمعية العاملين في الحقل الإنساني على مستوى محليات الولاية. وأكد الخبير أحمد الجنيد مسؤول الطوارئ بالأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني أن الهدف من الدورة هو بناء قدرات المتطوعين وفرق الطوارئ العاملة ورفع مستوى الجاهزية في الاستجابة وفعالية التدخل في حالة حدوث الكوارث الطبيعية والإنسانية بالولاية. متطوعيننا والعاملين بالفرع والاستعداد التام للتعامل مع أي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو كارثة من صنع الإنسان في مقبل الأيام لا سامح الله. لا يوجد هنالك سيناريو معين للتعامل معه، ولكن نتحسب لكل الأوضاع الإنسانية المختلفة التي قد تطرأ في ولاية جنوب كردفان. المشاركين هم قادة فرق الطوارئ الموجودين على مستوى 14 محلية في الولاية، بالإضافة إلى فرق الاستعداد والاستجابة للكوارث. اختتمت الورشة الإقليمية لإجازة بيانات دراسة تكلفة نقص تغذية الأطفال في السودان وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الدراسة التي شاركت فيها 13 جهة حكومية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، أوضحت أن كلفة نقص تغذية الأطفال في السودان بلغت 1.2 بليون دولار. وكشفت الدراسة أن ما يعادل 45% من القوى العاملة متأثرة بسوء التغذية في عمر 5 سنوات. حقيقي نحن اليوم بصدد يعني ختام الدورة التدريبية الخاصة بدراسة تكلفة الجوع أو نقص التغذية بالنسبة للأطفال وآثار الاجتماعية والصحية عليهم. بالتأكيد هذه الدراسة دراسة قيمة ومفيدة جدا، لأن الفترة الزمنية الفترة الزمنية
الجمعنا حولها البيانات أو المعلومات الخاصة بالدراسة هي كانت فترة طويلة بتمكننا من معرفة الوضع تماما.